تحتفل مصر بالذكرى 65 للثورة 23 من يوليو من عام 1952 والتي وضعت نهاية للحكم الملكي في مصر وأسست للنظام الجمهوري. ورغم مرور 65 عاما ما زالت ثورة 23 من يوليو وما حققته من إنجازات على الأصعدة كافة نبراسا للوطن وأملا للشعب في غد أفضل. تازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم. ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. فليس أقل من أن نضحي ونثبت للأجيال القادمة إن الجيل اللي كان عايش في سنة 52 مرضيش يسكت على الظلم ولكنه قام وقاتل.